طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو. باوع على الجنب الأخرى، عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة عن مواضيع متعددة، ونأخذ مقتطفات يروي فيها مواطنون عراقيون عن حال العراق اليوم. اليوم معروف بأن درجات الحرارة تصل في العراق إلى نحو 50 درجة مئوية. هناك أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة، انفلات السلاح، كذلك التعامل مع سائقي الشاحنات في إيران. هناك مقتطف سوف نأخذه بعد قليل. انفلات السلاح كما تحدثنا، وسطوة الميليشيات على الشارع العراقي. خلونا نأخذ في البداية مقطع لامرأة عراقية تتحدث عن المأساة التي وصل إليها المواطن العراقي في العراق بعد 15 سنة من حكم الأحزاب الإسلامية التي تدعي بأنها أحزاب إسلامية جاءت للتغيير وجاءت لبدء صفحة الديمقراطية بعد العام 2003، بعد عام الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. خلونا نسمع إلى الإمرأة العراقية ماذا تقول. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي، ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، الطحين سيال ما تقدر الناس تخب زين، الكهرباء ترافيك لايت، الله وامان الله. زين عندنا مرضى يا ناس، اجيت انت يا حفيدي مريض، ها، وانا اشدكم اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنه بديكم، شنو سويتوا؟ انا مره ترى شيعيه، وانا ما منتميه لاي حزب، ولا قبل منتميه للحزب، ها. فاللي اريده منكم بكرامتكم، كل من مثل ما جيتوا بجنطه تطلعون بجنطه. انتوا طلعتوا المليارات لي قدام، ضمنتوا، اسمع، ضمنتوا حياتكم انتوا اولادكم واحفادكم. ماما عوف البلد، الله يخليكم عوف البلد. يا حيدر العبادي، انت رجل ما تصلح لقياده البلد. نعم، تحدثت هاي المراه، قالت 15 سنه حكمتوا البلد وفشلتوا واستوليتوا على مليارات الدولارات وأمنتوا حياتكم وفشلتوا، أنتم تدعون بأنكم حكم إسلامي. تحدثت المرأة عن ملوحة المياه وعن سوء الخدمات، وتحدثت عن لديها حفيد مريض كذلك ولا تستطيع يعني توفير العلاج. إلى أريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول ما جاءت به هذه الإمرأة وقالت. يعني تقريبا اختصرت هذه الإمرأة معاناة العراقيين بثواني معدودة، وأشارت إلى أن حيدر العبادي رئيس الحكومة بأنك فشلت فشلا ذريعا في إدارة هذه الدولة وأنك لا تستطيع إدارة هذه الدولة. طبعا نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام أسفل الشاشة، وكذلك رسائلكم عبر خدمة الواتساب. إذا تحدثنا كذلك على موضوع آخر، موضوع معاملة الجانب الإيراني لسائقي الشاحنات
العراقيين، كيف يعاملون من قبل الجانب الإيراني سائقي الشاحنات؟ خلونا نستمع إلى أحد سائقي الشاحنات الذي يروي لنا كيف تتم المعاملة السيئة للمواطن العراقي. احنا يعني رد دولتنا هي اللي ترد، هي دولتك انت. ذاك اليوم احنا عندنا سيارات كبار، ابن ابوك اذا تعوف سيارتك بالجانب الايراني مفتحه، ابن ابوك اتحداك والله. ليش؟ اتحداك تحدي. وهسه اي واحد وهسه يجي هنا زائر الايراني والعراقي يقوم له بالواجب ونجيبه من البصره من يوصل الكربلاء ويطب للكاظم، دينار ما يخسر. اتحدى واحد يقول له خسر اللي في دينار، ما عدا بس الكرب، واحد احتمال اهم اكو ناس الله انفضل عليها صعد مجانا. اتحدى واحد هسه تروح لايران يطيق قلاص ماي. ثق محمد اذا عبرنا وعفت السياره بايران ها سيارتك مباقت. يعني الايرانيين مأذينه؟ مأذينه؟ ابن ابوك اذا يعني تروح تشتكي عندهم الحرس الثوري ها غير تروح تشتكي يم الحرس الثوري، الحرس الثوري ياخذك يذبك بالتوقيف. هاي حكومتنا الفاشله. احنا بالجانب الايراني احنا كان بس اكو انسان سبع. رحنا للعميد مالنا عميد المنفذ قال لهم والله قفل المنفذ قال لهم اذا ما يطلع العراقي فلا اخلي السياره تعبر. قلت له لك انت عايش علينا، انت عايش على العراق، انت عايش على يعني لو ما العراق. قلت له انت هاي المخضر مالكم الرقي البطيخ البصل البتيتة اللي مع الاسف قمنا نستورد تمنيره. قلت له وين كانت تودونا؟ قال والله العظيم نصعد على الجبال مفرخه زايد ماكو ما حد ياخذه زين رحمه الوالده. هسه هم ذولا اللي سووا للشعب العراقي شني؟ بس ارد اسالهم انت سويت حيدر العبادي صار لك ايش قص احارب الفساد يا فساد تعال. نعم هم قال لك هذا المواطن تحدث بانه يا رئيس الحكومه حيدر العبادي اي فساد تتحدث عنه؟ طبعا هو ذكرنا بنقطه مهمه، المخضر الايراني اللي يجي الى العراق. طبعا اليوم المزارع العراقي يعني اليوم في فصل الصيف موسم الرقي وغيره من الفواكه والخضروات، اليوم يمنع المزارع العراقي من إدخال بضاعته إلى العاصمة بغداد أو إلى محافظات أخرى. يعني كثير من الفلاحين اليوم انتلف زرعهم على الأرض وما يقدر يصدر بضاعته إلى مدينة أخرى إلى محافظة أخرى. يعني هناك من تحدث بأن مثلا على سبيل المثال الرقي محصور إلى 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 الجانب الإيراني فقط، المستورد من إيران يدخل إلى بغداد. أما اللي يزرع الفلاح العراقي التعبان عليه والصارف عليه ملايين وتعب وشاقي عليه كل هذه الفترة، اليوم ينتلف على الأرض ويدخل الرقي أو البضاعة الأخرى من الخضروات والفواكه من الجانب الإيراني يدخل إلى العراق. هذا السائق تحدث بأنه معاملة سيئة وأنه تنسرق سيارته في الجانب الإيراني، وإذا رحنا اشتكينا عند الحرس الثوري راح يتم إلقاء القبض علينا، واتهم هذا السائق يعني الجانب العراقي بالتقصير وبأنه بعدم وجود دولة تحمي المواطن العراقي في الخارج. طبعا هذا مقطع كذلك يعني يلخص جزء من معاناة العراقيين اليوم بعد 15 سنة، كما أشارت الإمرأة في المقطع الأول كيف أنه بعد 15 سنة وصل العراق إلى ما وصل إليه. موضوع آخر، مقطع آخر يتحدث فيه رجل عن الميليشيات وعن سطوة الميليشيات في الشارع العراقي في برنامج مع الناس الذي تبثه قناة الرافدين. خلونا نستمع إلى هذا المواطن ونرجع لكم. هسه حتى العبادة مو بكيفة، ترى العبادة مو كيف يحكي. الأحزاب مسيطرة مثل حزب الدعوة، سائرون، تيار الصدري، المجلس الأعلى، الحكمة، كلهم حرامية، هي شيهت كلهم حرامية وكلهم مصالح. استمعت على استناد جماعة حزب الله ضاربين السيطرة وهم كاتلين واحد ترى من السيطرة. يعني هاي استهتار، هاي دولة شلون تقوى إذا الأحزاب كلها مسلحة وكلها ميليشيات؟ طبعا تأثير. أول شيء السوق واقف. أول شيء هم مال انتخابات يوميا أجلي مال انتخابات، النوب أول مرة قالوا هاي الأجهزة الإلكترونية على استناد تحل المشاكل مال انتخابات. النوب بالعكس صارت أزمة. يعني أنا استغرب شلون يشترون أجهزة ب 360 مليون دولار والنوب يريدون العد والفرز يدوي. يعني ما شايف إيش حكومة، هاي مو حكومة، هاي
هاي عصابه، حتى الحكومات عصابه. ايش هالشيء؟ عصابه عصابه. حتى الحكومات عم الحكومات تسوي عشارين احسن، عشارين احسن. عندنا عشاير مرات، عندنا عشاير اذا تروح عندها سنينه، اللي يقتل هاقد، اللي يبوق هاقد. حتى الدوله هاي سماتنا عشارين هم اصير، والله العظيم. انا احكي الصراحه، يعني احكي على الملأ، الله الله واهل البيت يكونوا يخلصونا من هاي الميليشيات. هاي الميليشيات جات عايشه على دماء الناس. فهاي الوضعيه، وضعيه العراق ما تعدل الا حكومه تصير قويه. والف رحمه لصدام حسين، الف رحمه لوالديه. صدام حسين اشرف من هاي الحكومه، ايش احكيها؟ اشرف من هاي الحكومه، لان كان دوله مؤسسات، هسه دوله حراميه. لا حرام، ماكو احزاب. هسه عندنا احزاب، مو نسمع باوروبا وهاي الدول الغربيه اكو حزبين يسيطرون على الحكومه، وحده معارضه وحده تنفذ الدوله. هسه احنا ما عندنا هيك، احنا نريد مصالح، مصالح تطين وطيك، السن والشيع والكردي، اثنيناتهم حراميه، وانا رجال شيعي. نعم، استمعنا الى صوت هذا المواطن الذي يتحدث عن سطوة الميليشيات في العراق. معنا اتصال ام عبد الله من الصقلاويه، تفضل يا ام عبد الله. عيني عيني ابدا اشكرك على اهل الصقلاويه. إيه نعم. اخذوهم ها عيني؟ نعم. الابرياء، ابرياء حطوهم بالسجون، الدوائش يصولون ويجيرون وكلهم من الحشد الشعبي، احلف لك بالله كلهم من الحشد يصولون ويجيرون بالانبار بكل مكان. حتى بغداد هسه قاعدين الدواعش قاعدين قاعدين عيني ببغداد هسه انا الدواعش احلف لك بالله، والمظلومين بالسجون قاعدين ابرياء. لا ياخذون المعتقلين، لا ياخذون المظلومين يحطونهم بالسجون، ما صار بالعراق مثل ما صار. بس المجرمين رايحين بالشوارع يصلون ويجولون، والابرياء بالسجون. هو هذا اللعب على العراق. هاي رساله للحكومه العراقيه وكل من يهم الامر، الابرياء بالسجون والمجرمين يصولون ويجرون داخل العراق. انا اقول لك صدق واعتقد ماكو اي داعش، كله من عندهم، كله من عندهم، هم المجرمين، هم اللي لعبوا علينا. نطالب نطالب اهل الصقلاويه يا اخي مظلومين، لو هم دواعش نسلمهم احنا، لو هم دواعش. نعم، شو يقول الحكومه، شو تقول لكم ام عبد الله؟ الحكومه تقول لنا ماكو ماكو، احنا بدينا نصل شالتهم سيارات مطار المسنم. ويا اخي انا هذا العامر بنفسه سلم علي، عندي شايب ضرير بوت. انقطع الاتصال مع ام عبد الله من الصقلاويه، وهي تروي يعني معاناه اهالي الصقلاويه، ومعروف المعتقلين من اهالي الصقلاويه صار لهم اكثر من سنتين ومصيرهم مجهول، اكثر من 700 واحد. طبعا اليوم رئيس ائتلاف الوطنيه اياد علاوي قال بان نسب التزوير التي ظهرت اخيرا خلال عمليه العدوى الفرز اليدوي في كركوك تؤكد بان الانتخابات مهزله كبرى وجريمة ضد الشعب العراقي. أضاف علاوي بأن على القضاة الالتزام بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي ينص على إعادة العد والفرز يدويا لجميع الصناديق في محافظات العراق بلا استثناء، لافتا إلى مخالفة ذلك سيفقد العملية السياسية ما تبقى من مصداقية لدى العراقيين والمجتمع الدولي. هذا تصريح لرئيس ائتلاف الوطني إياد علاوي، يصف بأن نسب التزوير اللي ظهرت أخيرا خلال عملية العدوى الفرز اليدوي في كركوك تؤكد بأن الانتخابات الأخيرة مهزلة كبرى وجريمة ضد الشعب العراقي كما قال إياد علاوي. طبعا النائب ينادم كنا قال بأن العراق مقبل على تغييرات كبيرة في نتائج الانتخابات بعد العدوى الفرز اليدوي، وأضاف بأن القانون يتيح محاسبة المزورين حتى وإن كانوا سياسيين أو رؤساء كبار في الدولة، لافتا إلى أن نتائج العدوى الفرز اليدوي تجعل الاتحاد الوطني الكردستاني على طاولة القضاء. وأكد كنا بأن الحكومة المقبلة ستفقد مصداقيتها بعدما حصل من تزوير في الانتخابات، وطالب بأخذ عينات من جميع مناطق البلاد لإجراء العدوى الفرز اليدوي. طبعا أوروبا اليوم، الاتحاد الأوروبي طالب إلى حل ميليشيا الحشد في العراق، وقال ممثل حكومة كردستان العراق لدى الاتحاد الأوروبي دولور أجاكي بأن البرلمان الاتحاد الأوروبي صدق على مشروع
يتضمن نقاطا متعلقة بوضع العراق الداخلي، أبرزها حل ميليشيا الحشد مقابل إعادة تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد. رئيس لجنة الدفاع النيابية، الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، تحدث عن وجود شخصيات تمتلك ميليشيات مسلحة تخشى وزارة الداخلية مواجهتها. هذا طبعا مصداقية للحديث المواطن اللي أخذناه قبل قليل في المقتطف، تحدث عن سطوة الميليشيات في الشارع العراقي. اليوم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي تحدث عن هذا الموضوع وقال بوجود شخصيات تمتلك ميليشيات مسلحة حتى وزارة الداخلية تخشى من مواجهتها، واتهمها بالتورط في قتل مدير جوازات بابل والكثير من المدنيين. طبعا مواضيع متعددة في الشأن العراقي. إذا أخذنا موضوع العدوى الفرز اليدوي، هناك مصادر قضائية تحدثت بأن عملية العد والفرز قد تستغرق 3 أسابيع بسبب إجراءات ضرورية تم التوافق عليها بعد البدء بالعملية. أوضح المصدر بأنه تم إشراك خبراء من وزارة الداخلية للتدقيق في كيفية كسر أقفال الصناديق، وكذلك تدقيق الأوراق المحشورة داخل الصناديق بشكل غير رسمي، لافتا إلى أن عمليات العد والفرز لكل الصناديق المشكوك فيها في المحافظات الأخرى ستتم في العاصمة بغداد. من جهته عبر عضو الكتلة العربية في التأميم محمد الجبوري عن مخاوفه من وجود صفقة توافق وترضية وتسوية بين الكتل السياسية لتمرير موضوع تزوير الانتخابات والمضي بتشكيل الحكومة برعاية أمريكية وإيرانية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة وبتلقي اتصالاتكم ورسائلكم. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رساله على الواتساب وصلتنا للتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا يقول معيشين في ذل، خاصه وايران ما خلت شيء يعتب على شيء، واحنا عايشين بقدره الله. متفشي كل شيء، ميليشيات، مخدرات، حكومه فاشله لا عتب عليها. معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمكم. الله يجعل في ميزان حسناتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله ينصركم. أخذنا نعم، أخذنا أبو علي مقاطع عمره تتحدث عن مأساة، نعم، وعن وآخر يتحدث عن معاملة الجانب الإيراني لسواق الشاحنات وللعراقيين في إيران، وآخر يتحدث عن سطوة الميليشيات في العراق. حبيبي استاذ عمر، احنا مو بس نذب اللوم على الحكومه. الحكومه عرفناها والحكي قاعد يتكرر. ليش الشعب العراقي شبيه؟ والله يعني انا كعراق اعتب على العراقيين. مرات تصير مظاهره بساعه التحرير، نجي من كربلاء ونوصل واهل بغداد ما يجون، هم اعتب عليهم. يعني دور الشعب شو يقول؟ احنا نعرف ماي ماكو، القتل، الميليشيات كلها، احنا ذات الشركة. او بعضنا تقول احنا شو نسوي؟ البرلماني من يسمع يقول شوف العراقي مستسلم، يقول احنا شو نسوي؟ احنا بدينا الحل يا استاذ عمر يا عمي.
احنا قلنا كل شيء نقدر نسوي. احنا الى متى نخاف من الموت؟ قاعد نموت، نخاف من الجوع، قاعد نجوع، نخاف من الكهرباء تروح، ما تبغى بقى شيء. هم يستهزئون بينا، الحكومه تستهزئ بالشعب العراقي، تضحك بينا. واذا واحد عنده امل انه المرجعيه والعلماء يسوون شيء فماكو شيء. قال الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم يقول اثنان اذا صلحت الامه، العالم والامير، اثنيناتهم اذا فزوا فزت الامه، واذا صحت صحت، اثنيناتهم دول فازين. المسؤوليه والمرجعيه اثنيناتهم يضحكون علينا بس قاعد يهتمون بامورهم. يعني الرسول يوصي حتى بالذمي، يوصي حتى يعني هذا الاسلام السمع، حقوق للحيوان، حقوق للانسان، حقوق للنبات. احنا ما عندنا فد شيء. انتوا وفيتوا وكفيتوا وحتى بعد حطيت في الاشارة، ماكو شيء بقى يا عراقيين. الى متى؟ هذول ناس طائفية، هذول لا لهم شغلة بالشيعة ولا بالسنة ولا بالعراقيين. ما الناس هاي القناة المباركة ما خلت شيء ما قالته، وماكو شيء. العراقي ما يعرف بس شنو احنا كجانب نقول ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. احنا محروقة قلوبنا على العراق. الى متى يا اخوه؟ الى متى بس نندد ونحكي والحكومه شو تقول؟ تنفتح الملف وراحت الكراده وراحت الصديق وراحت العراقيين وذاك الامه اللي تصدر وغيره، راح يفتحون الملف. فاتحين علينا على الملف. انا اقول لك العراقيين لازم يكون قليلين، 10% ما يحصل من حقوقهم. وانا اشكرك عمي، والله ما يحصل شيء العراقي، والله لانهم ذولا ولاهم في ايران والامريكا ولانفسهم. وخاكم فشو حدث تقول انا بس كلمه وحده. نعم. لا يتصور الشعب العراقي انه تجي دوله مجاوره بعيده قريبه تفرج عن الشعب العراقي، ماكو. احنا لو نقوم لو نبقى، انتم راضين بقوم ما راضين قوموا. وانا اشكرك عم وسامحني طلعت عليك. شكرا ابو علي من كربلاء. يقول في رسالة مبروك من الإمارات، يقول أخي عمر الفوضى في كل مكان من العراق، فوضى لم يشهد لها تاريخ العراق منذ آلاف السنين، فوضى في الحكومة وأدائها، فوضى وفضائح في البرلمان، فوضى في جميع وزارات السلطة ودوائرها، حيث الوزارات والدوائر تتحكم فيها الأحزاب وحسب توزيع طائفي وحزبي وفئوي طائفي مقيت بفعل المحاصصة الطائفية البائسة. لا توجد سلطة ولا نظام في العراق على الإطلاق، ونقصد هنا بالفوضى الفساد المالي والإداري الذي تحول إلى فضائح يومية. بحديث أم عبد الله على الاعتقالات في الأنبار، اليوم ضابط في شرطة محافظة الأنبار أكد بأن سجون المحافظة تضم أكثر من 2000 معتقل بتهمة الإرهاب. بيّن في حديث مع صحيفة العربي الجديد بأن الاعتقالات بتهم الانتماء لتنظيم داعش لا تزال مستمرة حتى بعد إعلان النصر على التنظيم العام الماضي. أشار إلى أن المعتقلين يتوزعون على سجون مختلفة في المحافظة بمناطق عامرية الفلوجة وفي الحبانية وفي الرمادي وهيت ومعتقلات أخرى، وأوضح بأن مراكز الشرطة تتلقى باستمرار شكاوى ضد أشخاص بمحافظة الأنبار وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. رئيس محكمة الجنايات في محافظة الأنبار القاضي سمير عباس قال بأن عدد القضايا الإرهابية ارتفع بشكل واضح بعد انطلاق عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش، وبين في تصريح صحفي بأن 90% من الشكاوى التي تنظر فيها محاكم الأنبار هي قضايا إرهابية كما وصفها. لفت إلى أن العام 2017 أي العام الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد القضايا ذات الطابع الإرهابي، وأكد بأن جرائم تنظيم داعش الإرهابية انخفضت بشكل كبير مؤخرا، وأن الدعاوى المنظورة في الوقت الحاضر من قبل محاكم الأنبار تتعلق بالفترة السابقة. أوضح بأن تنظيم داعش ركز على الناس البسطاء الذين لا يمتلكون رؤية عميقة للأحداث، وبين بأن التنظيم استهدف الأطفال الصغار في تجنيده كونهم قصر أو قاصري التفكير، وأشار إلى أنه استهدفهم عن طريق الاعتبارات المادية والاجتماعية فضلا عن الدوافع الانتقامية.
المحامي أحمد العسافي وهو محامي في الأنبار قال أو أكد بأن عددا كبيرا من المعتقلين بقضايا إرهابية دخلوا السجون بدعاوى كيدية، وأوضح بأن أغلب المعتقلين بالإرهاب يواجهون مصيرا مجهولا في ظل تسويف مقصود في مسألة حسم قضاياهم. أضاف بأن كثير من المعتقلين بالإرهاب لم يقدموا للقضاء أو لم يقدموا للقضاء، بالتالي لم يتم الإفراج عنهم ولا حتى الحكم عليهم. وأكد بأن الاعتقالات بتهمة الانتماء أو التعاون مع تنظيم داعش لا تزال مستمرة إلى غاية الآن، على الرغم من مرور نحو عامين على تحرير أغلب مدن الأنبار. يعني هو يقول لك بأنها دعاوى كيدية مثل ما كان المخبر السري كنا نتذكره قبل كم سنة. تابع في الوقت الذي يتم فيه اعتقال الأبرياء بتهم كيدية نسمع بين الحين والآخر عن خروج قيادات وعناصر بتنظيم داعش مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة. سبق لضباط وزعامات قبلية أن أكدوا وجود جهات سياسية متواطئة مع قيادات في تنظيم داعش في الأنبار، وأشار إلى إطلاق سراح قيادات بالتنظيم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40,000 دولار أمريكي عن كل شخص. نعيد بالله هذا التصريح، يقول سبق لضباط وزعامات قبلية أن أكدوا وجود جهات سياسية متواطئة مع قيادات بتنظيم داعش في الأنبار، مشيرين إلى إطلاق سراح قيادات بالتنظيم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40,000 دولار أمريكي عن كل شخص، والبريء واللي ما عنده شيء قابع في السجن. معنا اتصال أبو دهام من الفلوجة، تفضل أبو دهام. الله يسعدك أستاذ عمر، حياك الله يا أهلا بيك. شلون أستاذ؟ الله يسلمك، تفضل. أبو دهام من الفلوجة، حياك الله. والله العظيم لك الحالة هنا فوضى مو طبيعية. نعم. بيع وشراء خيفة الله ماكو. القضاة ما يخافون الله، تروح علي تقول له يابا ابني بريء، أخوي بريء يقول له خلي محامي. يعني ماكو قانون وخيفة الله ماكو بالأنبار الديسية. نعم. والمتكل الله والناشد الناس الشرفاء إذا أكو شريفة في الحكومة يجون يشوفون بالسجون مال الأنبار إيش يصير. نعم. سولفنا أبو دهام إيش يصير بالتفصيل؟ والله يا أخي بيع وشراء بالأبرياء، الدواعي يطلعونهم بفلوس والأبرياء يسامون بهم مساومة وخيفة الله ماكو، يعني ما ظل خيفة الله فينو فينو بخيفة الله. نعم. بس الناس دي إذا أكو شريف بالحكومة يجي يشوف سجون الأنبار إيش يصير بيها، بيع وشراء. يعني مثلا واحد عنده مشكلة ويا واحد مثل ما قال هذا المحامي العسافي يتحدث، يقول لك مثلا واحد عنده مشكلة ويا آخر يكتب عليه يقول هذا ويا داعش. نعم احنا داعش مجري ولعنت الله عليهم هجموا بيوت العالم، بس الناس الأبرياء تقع بيها، الناس الأبرياء واقعة بوسط الأبرياء، وكفيلك الله كفيلك الله كفيلك الله وشارة بيع وشارة. نعم زين. والمشتكل الله وللناس الشرفاء إذا أقضى الله غيره، الناس الشرفاء اللي تخاف الله كان يجون يشوفون إيش يصير. زين، من يعرض هذا المتهم على القاضي؟ يعني القاضي معقول مثلا يعني أوكي مثلا والله يا أخي خيفة ما يشوف ما يشوف ما يشوف إنه هاي الناس مظلومة؟ ما يقدرون القاضي ما يقدر كل شيء يسوي، هو القاضي يقول خليفة يعني بعد رب العالمين. نعم. هو بلعب غير إذا القاضي ما يقدر يسوي شيء لعد من يسوي؟ نعم والله العظيم والله العظيم بده يصير حتى بزمن فرعون ما صار بده يصير، والناس غاضة والناس تخاف تحت. نعم. والمشتكل الله والناس الشرفاء والناس اللي عندها خيفة الله، والظلم بده يصير الظلم بس على الأبرياء، ولا احنا المجرم حاشاكن على أمه ويا أبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونشتكي الله والناس اللي عندها غيره خلي تيجي تشوف ايش يصير. يعني احنا النوبات نضحك على وزير الداخليه نقول الرجال عنده غيره، بس خلي يجي يشوف هو عنده خيفه الله وزير الداخليه، احنا نشوفه عنده خيفه الله، خلي يجي يشوف ايش يصير بالرمادي، خلي يجي مسؤول امام الله باشر عقب كلهم مسؤول عليهم هذول. نعم والله كريم والله زين. هاي من ناحيه زين من ابو دهام، اذا عندك وقت نستغل وجودك. نعم. معانا الوضع الآخر في الفلوجة، الخدمات الكهرباء
وضع الناس السيطرات. والله لا كهرباء ساعتين بساعتين وقشروا معايد ولا شغل والناس كاتتها البطالة. نعم. الناس كاتتها البطالة والسيطرات. سيطرات أنا والله سيطرات هم هواية سيطرات بس يعني بيهم ناس أجهم خيفة الله بعض السيطرات إحنا اللي ما نجي نفهم كل. نعم. وبيهم لا والله خيفة الله ما فيه ويسامون بالناس الأبرياء. نعم. أنا أشكرك أبو دهام، أشكرك أبو دهام من الفلوجة كان معنا. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك. حياك الله يا أهلا بك. كل أستاذي العزيز. يا أهلا بك. أستاذ عمر أنا أأيد الأخ أبو إدهام من الفلوجة بكل اللي قاله. نعم. المجرمين، الدواعش، القتلة، الفاسدين اللي نهبوا بيوت المواطنين. حاليا يمشون بطولهم وكلهم طلعوا مقابل مبالغ مالية تبقت وياهم القوات الأمنية وطلعتهم واللي كانوا مهزومين لسوريا رجعوا ويمشون براحتهم وما حد يعترف طريقهم. هذا كل اللي صار واللي يصير وهذا عليه شهود وموجودين ناس. وقبل فترة طلع واحد من عندنا من يمنا هنا من تركيا يرجع للرمادي قالوا له أنت اسمك من ضمن الإرهابيين طلع. قالهم يا بأني يا رهيبيني أنا طلعت بداية دخول الدواعش لمنطقتنا وهسه رجعت. قالوا له جيب لنا 75 ورقة نلهيلك هذا الموضوع. وحتى اتصل بي شخصيا قال بلكي يعني أطلب من عندكم تساعدوني. هذا اللي دا يصير أستاذ عمر. نعم. بس أختلف ويا الأستاذ الأخ العزيز أبو إدهام من الفلوجة من يقول بأنه وزير الداخلية عنده مخافة الله. وزير الداخلية تابع الإيراني يا أخي العزيز. وزير الداخلية اللي كان هو يقتل الشعب العراقي بالحرب العراقية الإيرانية هذا وزير الداخلية اللي هسه المفروض يكون مسؤول عن أمن المواطن. هذا اللي هو كان يقتل بينا يا أخي العزيز. أستاذ عمر يعني من 2003 لحد الآن ومن سلطت هاي الأحزاب المتأسلمة على رقاب الشعب العراقي والعراق ما شاف أي خير. كل شيء بالبلد انهار، لا صناعة ولا زراعة ولا صحة ولا تعليم. وكل اللي قدمته هاي الأحزاب هو تأسيس الميليشيات والفصائل المسلحة اللي تعبث بأرض العراق فسادا. ويعلم يعلم اللي أفتى بتأسيس الحشيد بأن هذا اللي دا يصير بعلمه هو كل اللي دا يصير بعلمه. قادة الميليشيات وسياسيين وبرلمانيين يسهلون دخول مخدرات للعراق ونفسهم هم ذول اللي ذكرتهم عندهم إشراف مباشر على الملاهي ونفسهم يقتلون ويخطفون ويهجرون وبعلم المرجعية طبعا والحكومة. انفلات فظيع بالسلاح. السلاح منتشر بكل مكان أستاذ عمر. نعم. عشائر تمتلك سلاح ما يملك فيلق بالجيش وعلى أقل مشكلة نشوف يطلعون بأسلحتهم ويقطعون طرق ويتقاتلون ويا عشيرة ثانية وكأنه صارت حرب بين دولتين. نعم. طبعا وهذا كله أمام ما يسموهم بالقوات الأمنية ولا رادع لهم. أستاذ عمر احنا من البداية قلنا. نعم. يعني هو الحديث نفس السيناريو اللي صار قبل سنوات في عهد ولاية نور المالكي. مخبر السري يجي شكاوى كيدية على الناس الأبرياء أغلبهم والإرهابي مثلا يدفع دفاتر ويطلع. زين الحكومة حكومة حيدر العبادي تتحدث عن السلم الأهلي والمصالحة الوطنية ونريد نقضي على الإرهاب بشكل صحيح. زين أنت اليوم تخلي البريء بالسجن اللي ما عنده شيء والإرهابي يعني صول ويجول لأن عنده فلوس. خل يطلعون ناس نزيهين ناس شرفاء ناس إذا كان أكو قضاء نزيه وقضاء شريف خل يطلعون ويروحون يشوفون السجون شلون مكتظة بالأبرياء بدون محاكمة. أستاذ عمر وأنت حضرتك تعرف وكل العراقيين يعرفون بدون محاكمة مخبر سري هذا الشخص سوى فلان حاجة سوى فلان عمل رأسا دخلوا عليه للبيت أخذوه ذبوه بالتوقيف بدون محاكمة وبدأت المساومات. يعني هذا الحال اللي يعيش الشعب العراقي هذا اللي نعيشه احنا هسه. أستاذ عمر وبالنسبة للانتخابات حضرتك يعني طلع لي عياد علاوي ويقول الانتخابات لا. مزورة يعني لا. احنا من البداية قلنا هي الانتخابات مزورة وبالأساس تعتبر باطلة لأن نسبة المشاركة بها ما تجاوزت تقريبا يعني 20%. وخلي يشوفون أديال إيران هسه هذول اللي دا يحكمون البلد واللي سلطوا على رقابنا خلي يشوفون الحكومة الإيرانية شلون دا تعامل المواطن العراقي.
يعني هذول السواق اللي طلعوا، هذا الشخص اللي طلع وقاعد يشكي من معاملتهم، خلده يشوفوه، خلده يقولون هذول الايرانيين ليش دا يعاملون. لكن على من تعتب استاذ عمر اذا هم كلهم تابعين الايران وهم اللي سلموا العراق بايد ايران؟ نعم. ولا العراق شلون يقبل، والشعب شلون يقبل باشخاص يحكموا حاليا وهم كانوا يقاتلوا بالحرب العراقيه الايرانيه، من وزير الداخليه ومن المالكي، من صارت شغلات التفجيرات اللي صارت بالعراق وتفجير السفاره العراقيه ببيروت. يعني كل اللي سووه هذول الاحزاب المتاسلمه هو دمار 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 للشعب. يا سبحان الله، والشعب كله ساكت يا استاذ عمر. يعني انت الى متى تبقى ساكت؟ انت دا تشوف حقوقك كلها دا تضيع، دا تشوف انت ما مستفاد خلال 15 سنه، ما قدموا لك شيء. كل اللي قدموا لك اياه هو البطاله، المخدرات، الدعاره، حشم الحضور، كل هذا اللي قدموا لك اياه. لا مستشفيات بها خير، لا صحه، لا تعليم، لا زراعه، لا صناعه، ماكو شيء قدموه للبلد بخير. كل اللي قدموه اللي ذكرت الحظ. احنا عرضنا بالبدايه ابو ناصر مقطع فيديو لامراه تحدثت، قالت صار لكم انتم 15 سنه وتقولون حكم اسلامي، اليوم انتم فشلتوا. قالت يا اخي اطلعوا كافعات، انتوا امنتوا حياتكم وحياه عوائلكم واحفادكم. والمراه تحدثت، عندها حفيدها مريض، تحدثت عن ماساه ملوحه المياه في البصره، تحدثت عن يعني الخدمات زي صفر، تحدثت عن الكهرباء، تحدثت عن الوجبه الغذائيه، عن الطحين، يعني تقريبا اجملت الوضع العراقي. بالفعل 15 سنه انت صار لك ما مقدم شيء للبلد، خلاص يعني اطلع، يعني كافي. ما يطلعون استاذ عمر، ما يطلعون. هو حشاها المالكي بلسانه وكل العالم سمعوها. نعم. قال احنا اخذناها بعد نمطيها. ما يطلعون هم، اذا مو الشعب يثور عليهم، وبالاساس المفروض الشعب يثور ضد العمايم بالبدايه وينهيهم انهاء تام. هذول اللي هم دمروا البلد، هذول اللي هسه قاعد يساندون السياسيين الموجودين. المفروض بالشعب يثور ثوره واحده وكامله ويقضي على كل الموجودين بالمنطقه الخضراء واللي دمروا البلد، اذا كان يريد كرامته، لانه هذه الحكومه وهاي الاحزاب وهذول الميليشيات شوهوا سمعه العراق حتى بالخارج. يعني هسه العراق ما الى العراقي ما الى اي قيمه بالخارج لما يريد يطلع. وين كانوا قبل وين كانوا هسه؟ كل دول العالم كانت تحترم العراق وتحترم العراقي. والله العظيم أنا بوحدة من الدول رحت عليها، أقسم بالله العظيم، مواطن من ذيك الدولة إجا سلم علي وباسني، قال لي أنت عراقي؟ قلت له نعم عراقي. قال والله أنا أتمنى أشوف إنسان عراقي وأسلم عليه. لكن هسه وين صرنا أستاذ عمر؟ نعم، هذا الحال اللي مع الأسف. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، يعني أنا أتعجب دائما، أشكرها هاي الفترة الأخيرة أشكرها، أقول الناس بصراحة الشيعة هسه طلعوا يشتكون. قبل كانوا يحرضون عليهم بالمظاهرات لمصالح عندهم خاصة، هم بيناتهم مقتدى، مصالح سياسية، مثل ما يقول على السرقات، على المسجونين من جماعة التيار الصدري. وهذا فعلا طلع صحيحة كلامي. سابقا كانت من يطلع مظاهرات يجمعون على البرلمان، قلت لكم يا بتر هذا يضحك على الاول والتالي، هذا اما مقابل مسائل سياسيه او مقابل مسائل ماليه. فهسه الناس عندهم تشتكي على كل شيء. نعم. مقهوره، بس هاي انتم اللي ردتوها، انا بعيني هاي شفتهم وبعدني هاي سمعتهم يشهد الله بال 91 من رجعنا من الكويت. زين استاذ عمر، كان يصيحون ماكو ولي الا علي ونريد قائد جعفري. هاي قادتكم الجعفرية، هاي قادتكم الجعفرية 15 سنة ليقودون بكم، دمروكم إلكم ودمروا البلد كله، ما عندكم انتم غير قادة. وهذا هو حكم الشيعي، هذا التاريخ كله يشهد به. ليش تزعلون انتم؟ هذا الشيعة ما يعرفون يحكمون، الشيعة حياتهم ما حكموا، ما بنى الحضارة. انت شايف واحد بأمامه يطلع يقول سبب دمار البشرية هاي كلها هي الفتوحات الإسلامية؟ بالله عليك، هو هذا منطق؟ هذا يقول لك بعد ليش انت صاير سيد من اهل البيت يا خايف يا معفن، وتجي تتهم الاسلام بانه هو الفتوحات الاسلاميه هو سبب الحضاره؟ لان انت ما فتحتوا، انت ما بنيتوا حضاره، هذا تاريخكم الاسود كله يشهد. فانت هاي 15 سنه يخوضون بالنتائج، بدت النتائج تطلع،
عدم احترامي هاي المرأة اللي طلعت أول مرة تكلمت بالتلفزيون، وهذا ما احترامي لها. لا تزعليني والله يا أختي، لا تزعليني، هذا حق الله، هذا حق الله. أنت ما بقيتوا للسنة للوهابية للإرهابية، ما بقيتوا يا أبو عمر. هسا أنت مثلا كل دولة تجرب يروح مواطن ينتخب حزب معين، ينتخبه مرة، ينتخبه مرتين، فشل ما انتخبه، زور الانتخابات وظل ماسك بالسلطة. اليوم الشعب ده يقول له عمي اطلع، ما نريدك احنا، بس الإرادة الإقليمية والدولية مبقين عليهم. أنا منتظر هذا السؤال من عندك اليوم بالله العظيم. نعم. لكن بعد ايش؟ بعد شنو؟ بعد ما مثل ما يقول ما خراب البصرة، بعد شنو؟ بعد إسخام الوجه اللي قدموه ساداتكم وكبراءكم، المرجعية الشيعية الإيرانية، أقولها العجمية، أقولها بصريح العبارة، ماكو أحد عنده جنسية عراقية، بيقودوهم وقادتهم هذول اللي جوا على البسطال الأمريكي أستاذ، هذول في مرحلة خلال 14 سنة ونص 15 سنة وصلوهم إلى أوج عظمتهم، جعلوا من عندهم آلهة يعبدون من دون الله، يأمرون والناس يطيعون، الشيعة يطيعون، زين هسه ليش تكون عليهم؟ زين جمعهم الشيطان وزين لهم انهم آلهة، لكن انتوا ايضا ساعدتوهم، انتوا ضحيتوا بارواحكم وباموالكم، انتوا ضحيتوا بالاول بالغالي والنبي يسعدكم، هسه جاي تشتكون عليهم؟ ما يصير يا ابويا، ما يصير، هذا حرام. حتى الشيطان يزعل عليكم، الشيطان يزعل عليكم والله، والله العظيم. زين هذا جمعهم الشيطان رب العالمين يوم يفرقهم، قال له اسكت وروح انتب يا شيطان، انتهى وقتك، انت دوري انا اعرف شلون اطلعها من خشومهم ومن عيونهم. جين هاي المره طلعت من الصقلاويه، شوف صارت عندهم غيره، يقول لك يابا خطيه، والله والله استاذ اعرف واحد ضابط صراحه اعرفه، ما اقدر اقول لك منين هو، يقول احنا اشتركنا بمعارك الرمادي، معارك الرمادي والفلوجه، يقول كان وياي ضابط شيعي بصراحه يا شيعي، يقول احنا اشتركنا جيش، احنا يقول انا عندي اساس بدي الدرجه اولى، يمكن لهذا الاساس يكلف دفتر ونص، لكن هذا الاساس الموجود بهذا البيت السني ما يسوي له كل 20 ورقه، بس اشوف به طعم حلو اكثر من الاساس مالي اللي مشتريه بدفتر ونص، زين ب 150 ورقه، هذا ما يسوي له 20 ورقه من طعم، ليش يابا ليش به طعم؟ يقول هذا مال واحد سني كافر نجس، هذا متعلم متربي، هذا حقيقته، هاي لا تنكروها. تروح هسه على بيوت الشيعة كلها تلقى فيها غراب لأهل السنة، الموصل، الأنبار، الناس حكوها ودا يتصلون يعني. ذاك الأسبوع، ذاك الأسبوع واحد أخ من العمارة اتصل، قال موضوع الحلال اللي جابوه مثلا من الأنبار، جابوه من الموصل واللي باعوه، يعني تحدث به الرجل قال هذا أمر حرام وما يصير، يعني في حالات، في حالات وفي والأغلبية الناس ما تقبل. أستاذ عمر أنا وياك يشهد الله، أكو ناس شرفاء، أكو ناس قلبهم ما تنطي يمدي على حرام، بس أكو ناس نفسها ولدها تقتل، تقتل لأنه السني نجس يعتبره. هاي الفتوى مال أحمد الصافي النجفي هذا الكربلاء، زين طلع عنده مقطع حلو، لكن قال أقتل كل وهابي ناصبي بعثي نجس، ولك مو 75% من البعثيين كانوا شيعة، ولك لك 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 شوي شاء الله عقولكم، أنتم قتلتوا نفسكم، نفسكم دمرتوا نفسكم. نعم نفسكم. أبو عمر طفيلي بس اسمح لي أستاذ عمر، بس اسمح لي لحظة واحدة، طفحي طفيلي أمين عام حزب الله الشيعي، قال بالحرف الواحد، قال سوف يأتي اليوم الذي يلعن فيه الشيعة الشيعة أنفسهم، والسلام عليكم ومدت اللعنة. وعليكم السلام. أبو عمر من سليمانية كان معنا، معنا اتصال أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. أبو يحيى تسمعني؟ نعم أستاذ. تفضل أبو يحيى. نعم على الاسم المقدم. تفضل أبو يحيى. أكو مشكلة بالصوت مع أبو يحيى، خلونا نقرأ بآخر ثلاث دقائق رسالة واتساب. يقول أخي عمر السلام عليكم، نحن من أهالي النجف الأشرف، طلعنا مظاهرات يوم أمس، كل جمعة نطلع نطالب بالكهرباء والماء من هذه الحكومة الفاشلة. وأضاف أخي عمر نحن نعاني من انقطاع الكهرباء خلال 24 ساعة في محافظة النجف، وشكرا. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، لا توجد كهرباء في العراق، والشعب طلع مظاهرات وتسوفت، وكما تعلمون كيف سوفت هذه المظاهرات، العراق مرهون
بسياسة أمريكا وإيران، والعراقيون أصبحوا عبيد كل مقومات الحياة مفقودة، لا وبل في دوائر الدولة محاربون، ولا توجد كهرباء ولا خطوط نقل ولا حتى كافتيريا. ما يعجبكم طلعوا الناس من تعيش وكل شغل ماكو، لقد قتل القطاع الزراعي والصناعي. معنا اتصال يوسف من الناصرية، تفضل يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أستاذ عمر. تفضل. والله العظيم تقبل الله زيارة الإمام الحسين، الأسلحة اللي استخدمها داعش والله العظيم كلها صناعة إيرانية والله العظيم. نعم، شلون عرفت يوسف؟ أستاذ عمر أسمعك أسمعك. كلها أسلحة إيرانية والله العظيم. الشعب العراقي برأيك أستاذ عمر يعني ليش يسوي هيك إيران؟ نعم زين، هاي الأسلحة للميليشيات، هاي الأسلحة عند الميليشيات، عند داعش، عند منو هاي الأسلحة؟ وين شفتها؟ عند داعش، استخدمها داعش. نعم، أنت كنت بالحشد وشفت يعني شفت بعض الأسلحة؟ شفت يعني يثبت أن داعش صناعة إيرانية، إيران هي من أسست هذا التنظيم والله العظيم. نعم، شفت أسلحة أنت بعيونك. أخي عمر. نعم. جواز سفر إيراني عدد داعش يفجر روحه بالجسم بالسيارة لأربعينية الإمام الحسين والله العظيم. نعم والله العظيم ساسين. نعم الله يعين. يوسف شلون الوضع بالناصرية؟ والله الوضع لا خدمات لا ماء لا كهرباء. نعم الله يعين. لا باص بفاض الله يعين. عبد الله وأنا شيعي عالرأس والله العظيم. وأنا أشكرك سالما. أني أشكرك. أني أشكرك يوسف. أني أشكرك يوسف الناصري. نقل رسالة أبو حسام النعيمي من بغداد، يقول تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. إذا الشعب العراقي يريد أن يعيد كرامته وكرامة بلده عليه أن ينتفض ضد كل الذين تسلطوا على رقابه من معممين وسياسيين وبرلمانيين، لأن كل الموجودين هم مجرمون وفاسدون. وخون أبو حسام النعيمي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.